مدينة بتقع على شاطئ البحر، وفيها حاجة مميزة. المدينة دي هو نظام الحكم فيها، يعني مفيش حاكم معين أو رئيس للمدينة، لكن في وسط المدينة ساحة كبيرة جدا وفيها جرس ضخم. لما بيحصل حاجة بيتم ضرب الجرس ده عشان الناس تتجمع وأهل المدينة ويبدأوا يتناقشوا في الموضوع اللي اتجمعوا علشانه وكمان يحكموا فيه. كانت المدينة دي مليانة بالتجار والأثرياء. كان ما بين التجار دول تاجر كان ثري جدا، كان بيمتلك 6 قوارب ومحلات كبيرة. كان التاجر ده بيحب الخيول جدا، وكان عنده حصان اسمه بساط الريح. الحصان ده كان مميز من سرعته وشكله الجميل. حاولوا ناس كتير يشتروه منه بأي تمن، لكن التاجر رفض، متعلق بيه وحبه ليه. أوقات كتير كان بيسافر بيه بين المدن للتجارة وغيرها. كان راجع بيوم وسط الغابة من مدينة بعيدة والحصان مجهد من المشوار الطويل، وقرب يوصل على البلد بتاعته. فجأة وبين الأشجار ظهر قطاع الطرق. خاف التاجر واستسلم للأمر وحس إن خلاص هو وتجارته وفلوسه وحصانه هيروحوا. فجأة الحصان حس بالخطر، شد الحصان رقبته لفوق علشان يخلي صاحبه ينتبه ويتمسك باللجام كويس، والحصان كأنه برق عدى بين اللصوص والحرامية ومحدش عرف يوقفه، حتى جري وراه معرفوش برضه من سرعته الغريبة، وكأن الحصان فعلا حاسس بالخطر على صاحبه قبل نفسه. واختفوا بين الأنظار ورجعوا بيتهم بسلام. اليوم ده قرر التاجر ان هو يكرم الحصان بتاعه شوية ويديله أكل زيادة عن أكله ويهتم بيه. الراجل اللي بيرعى الخيول عمل خطأ كبير قوي اليوم ده، اداله مية يشرب وهو حتى ما كانش خد نفسه ولا ارتاح من المشوار الطويل وكمان الجري اللي جري كتير. واللي زاد الطين بلة انه نسي يديله أكل بعد المية. صحي التاجر من النوم علشان يطمن على الحصان، دخل لقاه مريض ومش قادر يتحرك وباين عليه التعب كتير. قال أكيد مرهق من السفر ومن اللي حصل له بالغابة امبارح. ويوم عن يوم حالة الحصان بتسوء، مش قادر ياكل وحالته بتسوء. يوم عن يوم حالة الحصان بتسوء أسوأ وأسوأ، وتنتهي إنه يفقد بصره. وبمرور الوقت طلب التاجر من راعي الخيول إنه يقلل مقدار الأكل اللي بيديهوله، وبسرعة الأكل قل والمية قلت. بدأ التاجر يشوف حصان تاني سريع علشان يعوضه على الحصان التعبان، وكمان نظره رايح فمش هيفيده بحاجة. قرر هنا ان هو يسيبه قدام البيت، وكل ما الحصان يحس بالبرد وهو ماشي مش شايف وبيتخبط بين الشجر وبين الحجار اللي في الشارع عشان يوصل لبيته، لكن راعي الخيول ما كانش بيرضى يدخله على امر من التاجر. طبعا ظن هنا الحصان انه هالك لا محالة وان صاحبه استغنى عنه. مشي وبدأ يتحرك وياكل اي عشب في الشارع او في الارض، وماشي جعان جدا. شد بالصدفة طرف الحبل اللي بيضرب الجرس بتاع المدينة عشان المدينة كلها تتجمع والحصان في النص عشان يشوفوه في حالة من البرد والجوع والعطش وكمان نظر رايح، ويحكموا في الموضوع. في النهاية في حياتنا كتير قوي أمثال التاجر ده، زي ما بينا كمان أمثال الحصان ده وصوت الريح. راعي ربنا في أي معروف، وكن الفضل لصاحب الفضل. سبحان الله.